السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي ومتابعي العالم الذكي. في هذا الفيديو الجديد من خلاله إن شاء الله سأريكم تطبيق على الأندرويد يمكنك من معرفة الإحصائيات الخاصة بأي قناة على اليوتيوب في العالم. نعم، يمكنك معرفة الأرباح التي تدخرها تلك القناة أو أي قناة تريد في العالم انطلاقا من هذا التطبيق. رابط تحميل تطبيق كل هذه الأمور ستجدها أسفل الفيديو في الوصف. إذن بدون أي تأخير، فرجة ممتعة. مرحبا بكم مجددا. التطبيق الذي أتكلم عنه اليوم هو تطبيق سوشيال بليد، كما نلاحظون تطبيق رهيب جدا على الأندرويد، له طبعا موقع معروف جدا على الانترنت يوفر لك الإحصائيات لأي قناة في اليوتيوب في العالم، يعني أي قناة في العالم سواء قناة أجنبية قناة عربية على اليوتيوب طبعا يوفر لك إحصائيات خاصة بها بما فيها الفيوز أو المشاهدات الخاصة بتلك القناة، الأرباح التي توفرها تلك القناة، وهذا ما يهمنا إن شاء الله في هذه الحلقة وكل هذه الأمور. ولكي أكون صريح معكم، يعني هذه الأرباح هي 100% صحيحة، يعني تكون فقط في بعض المرات تجدها أكثر في $10 أو $20 على حسب يعني القناة، لكن على العموم يعني تقريبيا وفي حدود يعني في حدود المعقول يعني صراحة. وسأريكم صراحة إحصائيات قناة العالم الذكي لكي أكون صريح معكم وبكل شفافية ومصداقية. نبلغ على بركة الله، عندما تقوم بطبعا تحميل التطبيق ستجد رابط تحميله أسفل الفيديو في الوصف في الديسكريبشن بوكس. قم بتحميله على هاتفك أندرويد، من بعد تقوم بالدخول إلى التطبيق كما نلاحظون. فكما نلاحظون سأقوم بالرجوع إلى الخلف لكي أريكم، ستظهر لك هذه هي الواجهة الرئيسية الخاصة بالتطبيق كما نلاحظ هنا. واجهة سهلة جدا بسيطة، لا توجد فيها أي تعقيدات، فكل ما عليك أن تفعله لمعرفة الإحصائيات الخاصة بأي قناة وهي الذهاب إلى سيرتش كما نلاحظ هنا، وتقوم هنا بكتابة يعني اسم القناة، وليس يعني الاسم الذي معروف في اليوتيوب لكن اسم القناة وهو ما سأريكم إياه. فلجلب اسم القناة تقوم بالذهاب إلى اليوتيوب، من بعد يعني تبحث على أي قناة. على سبيل المثال سأقوم بالبحث على قناة المحترف على سبيل المثال، لأنها يعني قناة كبيرة جدا صراحة. على سبيل المثال هذه هي قناة المحترف كما نلاحظ هنا، تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالقناة، من بعد تقوم بالضغط على هذا الزر وتقوم بالضغط على شير كما نلاحظ هنا، أو يعني مشاركة، من بعد تقوم بالضغط على كوبي لينك كما نلاحظ هنا، وتقوم بالرجوع إلى تطبيق سوشيال بليد، من بعد تقوم ب يعني لصق الرابط المنسوخ يعني الذي قمنا بنسخه، وتترك فقط الاسم الأخير كما نلاحظ هنا، يوجد youtube.com/user/geekraghib. تقوم فقط بترك يعني الاسم الاخير وتقوم بالضغط على سيرتش يوزر نيم كما نلاحظون، من بعد سيعطيك كما نلاحظون القناه الخاصه بقناه برغيب امين يعني قناه المحترف وبعض الاحصائيات من بينها سبسكرايبرز يعني عدد المشتركين لديه في القناه، مجموع المشاهدات في القناه يا سلام على رقم كده 229.88 مليون مشاهده في القناه يعني باجمالي المشاهدات. كما نلاحظون الشركه يعني التي يستخدمها في اليوتيوب، وهنا لدينا بعض الإحصائيات على الأرباح كما نلاحظ هنا. في الشهر يقوم بربح 1.55 ألف يعني دولار، وهي $1,055 يعني طبعا يعني $1,500، هذا هو الربح الخاص به في كل شهر. لديك هنا في اليوم $52، هي طبعا يعطيك تقريبا لكن في الغالب تكون يعني الرقم الأول وليس الرقم الثاني، هنا مكتوب ما بين 1.55 إلى 25، لكنها في الغالب يعني وبتجربة شخصية تكون في الرقم الأول يعني القيمة التقريبية الأولى. وهنا لديك في السنة $18,000 كما نلاحظ هنا، وهنا بعض الإحصائيات الخاصة بالمشاهدات، الإحصائيات الخاصة بالسبسكرايبرز أو المشتركين، واللي صراحة يعطيك جميع الإحصائيات التي ستحتاجها في معرفة يعني جميع الأمور المتعلقة بقناة على اليوتيوب. نمر إن شاء الله نقوم الآن بتجربة قناة العالم الذكي، يعني فقط لكي أكون صريح ولا تقولوا أنني يعني غير صادق معكم. سأقوم بالبحث على قناة العالم الذكي، فكما نلاحظ هنا هذه الإحصائيات الخاصة بقناة العالم الذكي، لدينا 81,000 مشترك، 3.12 مليون مشاهدة في مجموع القناة، ولديك هنا كما نلاحظ هنا في الأرباح لديك $59 في الشهر، وهذا طبعا وصراحة وبدون يعني أي يعني كذب أو يعني بكل شفافية سأقولها، نعم هذا هو يعني
الربح الشهري لدي في القناة 59 دولار، يعني نعم وهذا هو ربحي الشهري أو مدخول قناة العالم الذكي الشهري 59 دولار في الشهر. يعني ماذا سأفعل بهذه 59؟ ونحن نعرف يعني أن القناة التقنية يعني تحتاج إلى معدات كثيرة بما فيها معدات تصوير، كاميرا احترافية، إضاءة، ميكروفون احترافي، حاسوب للمونتاج، يعني العديد والعديد من الأمور يعني أنتم تجهلونها. لذلك يعني صراحة أتمنى من يعني من صميم القلب يعني أن تدعموني وتدعموا قناة العالم الذكي إن شاء الله للعطاء والعطاء إن شاء الله في المستقبل، وإن شاء الله لما لا الوصول إلى أرقام خيالية في الأرباح وأيضا في المشتركين وفي المشاهدات. وإن شاء الله سأقدم العديد والعديد من الشروحات التقنية التي ستفيدكم والتي ستستفيدون من خلالها. طبعا كما قلت هذا هو يعني الإحصائيات الخاصة بقناة العالم الذكي. لديك هنا ماونتلي يعني في الشهر تضاف 175 مشترك، لديك هنا 9199 مشاهدة في الشهر. نعم هنا بعض الفيديوهات الخاصة بقناة العالم الذكي. طبعا هذه الطريقة التي يجب عليك يعني استخدامها، تقوم بالضغط على سير، تبحث على قناة يعني تريدها. هنا لديك أيضا تويتش إذا ما أردت البحث على قناة في تويتش، وأيضا على صفحة على الانستغرام إذا ما أردت معرفة تفاصيل خاصة بتلك الصفحة. هذا هو تطبيقنا لهذا اليوم، تطبيق سوشيال بليد. أتمنى أن تجربوه وأتمنى أن تدعموا قناة العالم الذكي إن شاء الله. أنتم الآن شاهدتم بأنفسكم وبعينكم يعني الإحصائيات الخاصة بهذه القناة. يعني أتمنى من صميم القلب يعني أن تدعموني، وقوموا بالضغط على زر لايك طبعا ل يعني دعم القناة. وإن شاء الله يعني كل يوم وكل أسبوع يعني أتحمس لعمل فيديوهات، لعمل شروحات تقنية لكم، لمحبي العالم الذكي، لمتابعي العالم الذكي إن شاء الله، لتستفيدوا أكثر وأكثر، خصوصا يعني في مجال الأندرويد وفي هواتف الأندرويد. نحن نعرف أن الهواتف يعني أصبحت تستخدم أكثر من الحواسيب وأكثر من أي شيء آخر، ذلك يعني أقوم بالتركيز عليها أكثر من المواضيع الأخرى. وإن شاء الله يعني لازال العطاء مستمر، وبتشجيعاتكم وبتعليقاتكم وبلايكاتكم نحن يعني سنكون إن شاء الله أفضل يعني قناة تقنية في العالم، لما لا إن شاء الله. نعم هذا هو فيديونا لهذا اليوم، وهذه هي مراجعتنا لتطبيق سوشيال بليد.